كمدرسة اليوم إن شاء الله راح ناخذ مشتقة الاقتران النسبي. أخذنا سابقا مشتقة حاصل ضرب اقترانين وأخذنا لها ثلاث أجزاء، أخذنا مشتقة الدوادل السية لوحدة، مشتقة كثير الحدود، مشتقة الدوادل المثلثية، أخذنا مشتقة استخدام التعريف وكمان ثلاث أجزاء. أخذنا سلسلة محاضرات في الاشتقاق، راح أحط رابط القناة والمحاضرات كاملة للاشتقاق في وصف محاضرة اليوم اللي أسفل الفيديو. خلينا نبدأ إن شاء الله اليوم، إن شاء الله تستفيدوا. للي بعرف إنه في مشكلة بالصوت، بحاول كتير 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 إني أخفف أو أحذف الصوت اللي موجود بالفيديو حسب البرنامج اللي بشتغل عليه كامتازيا، بأشيل أو بخفف نسبة الصوت اللي هو الضوضاء اللي هو حاليا صوت اليومي أس بي، ما بقدر إني أشيله كامل الصوت، فبحاول قدر الإمكان يعني إنه الصوت يكون واضح. عندنا مشتقة الاقتران النسبي بيكون عندي بسط ومقام، بيكون في البسط دالة وفي المقام دالة، بشرط إنه الدالة اللي في البسط تكون قابلة للاشتقاق والدالة اللي في المقام كمان تكون قابلة للاشتقاق. يعني لو أنا عندي دي على دي الإكس اف الاكس على جي الاكس، يعني انا دي على دي الاكس اللي ما حضر محاضره الاشتقاق، معناها انه انا بدي اشتق المقدار اللي موجود عندي هذا كامل بالنسبه لمين؟ بالنسبه للاكس. هذا بنسميه البسط، هيك هذا اقتران نسبي، هذا البسط وهذا مين؟ المقام. اذا الاقتران اللي موجود في البسط هو اف الاكس، الاقتران اللي موجود في المقام هو جي الاكس. ممكن يكون الاقتران في البسط هو كثير حدود او داله اسيه او داله مثلثيه او جذر، او ممكن يكون حاصل ضرب اقتراني كمان. نفس الشيء اللي في المقام، ممكن يكون جذر او داله اسيه او داله مثلثيه او حاصل ضرب اقتراني. يعني ما حضر اي محاضره من اللي انا حكيته يرجع يحضرهم، لانه كل شيء هنا رح نشتقه، كل داله رح نشتقها لها محاضره او سلسله محاضرات كامله عليها بالتفصيل وامثله كثيره. طيب لو كان انا عندي اقتران نسبي كيف بدي اشتقه؟ اول حاجه بدي اروح احط المقام تربيع، هذا شو عندي اسمه؟ صار الجيل اكس تربيع، يعني اول شيء القانون المشتقه هو عباره عن مقام تربيع، بعدين بدي اروح المقام تربيع واحطه في المقام، بعدين اروح شو بدي احط بالبسط؟ جيل اكس اللي هو المقام مضروب في مشتقه البسط ناقص البسط مضروب في مشتقه المقام. جيل اكس هي المقام مضروبة في مين؟ في مشتقة الأف اللي هو مشتقة البسط ناقص أف الإكس اللي هي البسط مضروبة في مين؟ في مشتقة المقام. هلا إحنا أخذنا في مشتقة حاصل ضرب اقترانين إن الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الأول. لكن في القسمة هي بما إنه في عندي إشارة قسمة هيك، يعني في عندي إيش؟ إشارة طرح. خلينا نكتبها باللغة العربية عشان هيك في طلبة بيحكوا إنهم كتبهم بالعربي شوية. مشتقة حاصل ضرب اقترانين هي عبارة عن مين؟ المقام، هي بدي أكتبه المقام تربيع، بعدين البسط، عفوا أول حاجة إذا المشتقة هي عبارة عن المقام تربيع، طبعا هيكون اقتران نسبي الاشتقاق، مشتقة الاقتران النسبي هي اقتران نسبي، المقام عندي هيكون هو عبارة عن المقام الأصلي تربيع، بعدين انا لسه في الداله اللي موجوده في المقام، فبحكي المقام مضروب في مشتقه مين؟ البسط ناقص البسط مضروب في مين؟ في مشتقه المقام. واضح؟ اذا نحكي تاني، اول حاجه في مشتقه الاقتران النسبي على طول باجي بكتب، بعمل هيك اقتران نسبي جديد، بكتب المقام تربيع، بعدين انا بدي اجي احط في البسط بدي احط اشاره طرح، عندي من الاول بكتب، انا عشان بالعربي بكتب من اليمين الى اليسار، لكن بالانجليزي بكتب من اليسار لليمين، فدائما لو بدك تكتب بالعربي او بالانجليزي دائما باخذ مين؟ اللي في المقام، اللي في المقام تربيع، انا في المقام تربيع، بعدين المقام ومشتقه البسط ناقص البسط في مين؟ في
مش فقد المقام، او نكتبها ايش؟ المقام داش. واضح؟ طب نعملها كمان رموز، نبسطها على الاخر. هي منها بقدر اكتبها، هي عباره عن ج تربيع، بعد ج اللي هو المقام مشتقه البسط، ناقص البسط اللي هو اف في مشتقة من المقام جيدش. واضح؟ إن شاء الله هيك تكون واضح. نيجي ناخذ أول سؤال عندي. عندي السؤال الأول اف في الاكس معطيني إياها، هي عبارة عن اكس تربيع في البسط. لازم أنا أعرف وين البسط وين المقام. هذا البسط وهذا مين؟ المقام. إحنا في مشتقة حاصل ضرب اقترانين شو كنا نعمل؟ كنا نحدد مين الاقتران الأول ومين الاقتران الثاني، وبعد هيك أعرف أشتقهم تبعا لحصر ضرب الاقترانين في المحاضرة السابقة. ولكن هنا لازم أول شيء الطالب يحدد لما بيجي يشتق الاقتران النسبي وين البسط وين المقام. بعد هيك بدي أجي أحكي إنه أف داش للإكس، أف داش هذا رمز الاقتران النسبي، مش هي إنه هي الاقتران الأول هنا، لا. هنا الاقتران اللي في البسط هو عبارة عن مين؟ اكس تربيع زائد اكس ناقص 2. هلا وين المقام؟ اكس تربيع زائد 6. المشتقه شو بتحكي لي؟ اول شيء بدي احط المقام تربيع، وينه؟ هي اكس تربيع زائد 6 الكل تربيع حسب القانون بمشي. بعد هيك القانون بيقول لي المقام كما هو، هي بجيبه كما هو، اكس تربيع زائد 6 مضروب في مين؟ في مشتقه، المشتقه الاولى للبسط. وين البسط؟ هي بربط شو مشتقة اكس تربيع؟ 2x زائد شو مشتقة الاكس؟ 1. مشتقة 2 0. ناقص هذا السالب من وين؟ من القانون. بعدين شو بقول لي؟ انه البسط كما هو، يعني بدي اجيبه اكس تربيع زائد اكس ناقص 2. ودائما احط الحد الاول ما قبل اشارة السالب او ما قبل اشارة الطرح في اقواس، بعدين سالب، وبعدين حط ايه؟ افتح اقواس جديده وحط مين؟ المقدار الثاني اللي هنا. ليش؟ لانه السالب هذه لحصر ضرب الاقترانين مش للاقتران الاول، لحصر ضرب الاقترانين اللي عندي. طيب هي اجينا عندي انا القانون بيقول لي البسط كما هو مضروب في مين؟ في مشتقه المقام. شو مشتقه اكس تكعيب؟ 3 اكس تربيع. شو مشتقة الستة؟ صفر، يعني هيك خلصنا. واضح؟ إذا بتبسطوها بتبسطوها، بتضرب الأقواس مع بعض، طيب بتضرب الأقواس مع بعض على مين؟ المقام تربيع. نيجي للسؤال الثاني. عندي أف الإكس هي عبارة عن جذر الإكس في المقام، الجذر التربيع لإكس في المقام. عندي في البسط اللي هو إكس تربيع زائد 4 إكس زائد 3، هذا حكينا بدنا نسميه اللي هو البسط. وهذا مين؟ المقام. شو بيحكي القانون اللي هو المشتقة الأولى؟ هي المشتقة الأولى لأف. أف هنا هي عبارة عن اقتران نسبي. هو عبارة عن مين؟ أول حاجة المقام حسب القانون بيقول لي المقام تربيع. مين المقام؟ عندي جذر الإكس. بعمل له هيك تربيع على طول. بعد هيك عندي المقام، هي القانون بيقول لي المقام في مشتقة البسط. وين المقام؟ جذر الإكس مضروب في مين؟ في مشتقة البسط. في مشتقة إكس تربيع 2X زائد شو مشتقة 4X؟ 4. هيك خلصنا الجزئية الأولى، بحطها في الأقواس تبعتها عشان إيه؟ ما يروحش أي حدود معي. بعد هيك في عندي إشارة سالب من وين؟ من القانون. القانون بعد هيك بيقول لي البسط، أيوه البسط مضروب في مشتقة المقام. وين البسط؟ طيب بأكد كما هو اكس تربيع زائد 4 اكس زائد 3، يفضل احطه بأقواس، مضروب في مشتقة المقام. بروح على المقام شوف علاقي هو عبارة عن جذر الاكس. هلا نرجع شو مشتقة جذر الاكس؟ هي 1 على 2 جذر كما هو في مشتقة ما بداخل الجذر. شو مشتقة الاكس؟ 1. وهيك بنكون خلصنا المشتقة. إذا بدنا نبسط بعد هيك بنضرب الجذر هان، وبنضرب المقدار هذا هو 1 على 2 الجذر، وعندي المقام تربيع، عندي التربيع بضيع الجذر التربيعي،
لما التربيع كامل وبيع جزء التربيع كامل، ودي شرحناها في المحاضرات السابقة كتير. واضح؟ إذا هذه لو أنا بدي أبسطها هتصير عندي كالتالي: جذر الإكس مضروب في مين؟ 2 إكس زائد 4 ناقص، خليني أظبط الفراغ بس شوي، ناقص في البسط عندي هنا اكس تربيع زائد 4 اكس زائد 3 ايوه مضروب في الواحد على مين؟ على 2 جذر الاكس. هذه ايش؟ اشاره القسمه، ممكن نعملها بالشكل هذا. على مين؟ على الاكس، جذر الاكس مرفوع لاس 2 هي عباره عن الاكس. اخذنا سابقا انه جذر التربيع لإكس لما أعمل له تربيع ليه؟ التربيع بروح مع الجذر بيعطيني فقط ما تحت الجذر إكس، واضح؟ خليني بس أتأكد إنه بيصور. عندك السؤال رقم واحد جديد، هو رقم خمسة تقريبا، وهذا ستة. نعم، عندك السؤال أخ الإكس معطيني إياها اقتران نسبي واحد زائد إكس
اكسبوننشال اكس على اكس زائد اكسبوننشال اكس. هان انا عندي في البسط عباره عن حاصل ضرب اقترانين، هذا عباره عن حاصل ضرب اقترانين، لكن هان هو عباره عن مجموع اقترانين. كيف؟ طيب شو انا عندي مشتقه الاقتران النسبي؟ اول حاجه عندي هي عباره عن مقام تربيع. وين المقام؟ خلينا بس ننزل شوي عشان العمليات كلها تكون في البسطه. المقام بس حد واحد اللي هو تربيع. المقام كما هو اكس زائد بي وس اكس الكل تربيع. وانا مغمض بعمل ايه؟ بعد ايه؟ شو بدي اخذ بالبسط حسب قانون الاقتران النسبي؟ اول حاجه المقام كما هو، طيب المقام كما هو اكس زائد بي اس اكس مضروبه في مين؟ في مشتقه البسط. بروح على البسط بدي اخذ اقواس لمشتقه البسط. هلا شو مشتقه الواحد؟ صفر. بدنا نكتبها زائد شو مشتقه اكس مضروبه في اكسبوننشال اكس؟ هذا حاصل ضرب اقترانين. شو احنا اخذنا مشتقه حاصل ضرب اقترانين؟ او خليني صفر زائد هذه ما بتنزل مش هشيلها بدي اخليها على الاقل ما يجيبليش مره. شو مشتقة حاصل ضرب اقترانين؟ كانت عندي حدين، الاول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الاول. هذه مين؟ اللي هي قانون مشتقة حاصل ضرب اقترانين. اللي ما حضرت محاضرة حاصل ضرب اقترانين لها ثلاث اجزاء، ثلاث اجزاء موجودين تحت الفيديو محطوطه الروابط اللي هي كانت محاضره رقم 24 23 22. طيب احنا حكينا اول خطوه في مشتقه حاصل ضرب اقترانين انه انا احدد مين هو الاقتران الاول هذا ومين هو الاقتران الثاني. عشان ايش؟ اجي اشتقهم تبعا للقانون. القانون كان بيحكي لي الاول كما هو في مشتقه الاقتران الثاني. شو مشتقه الاي اس اكس؟ هي نفسها اي اس اكس في مشتقة الأس واحد زائد هذا الزائد هو من مشتقة حاصل ضرب اقترانين. شو كان بيقول لي؟ إنه الثاني كما هو في مشتقة الاقتران الأول. شو مشتقة الإكس؟ واحد. هيك بنكون اشتقينا اللي هو البسط كامل. هذه هي هيها من هلا لان هيها هيك هذه كاملة مشتقة مين؟ البسط اللي بالاخضر هذه ايه؟ مشتقة البسط كامل اللي هي مشتقة الواحد زائد حاصل ضرب اقتراني. حكينا الواحد مشتقة صفر زائد هذا المقدار اللي نشوفه هذا المقدار اللي انا بدي اعلمه بالاحمر هذا هو عبارة عن مشتقة حاصل ضرب الاقترانين. مين هم الاقترانين؟ الاكس والاي اس اكس. واضح؟ هيك بنكون خلصنا الجزئية الأولى، كل هذا احنا لسه في الجزئية الأولى، ناقص الجزئية الثانية، خلينا نحكي الجزئية
كم مساء أو شهر في مصر؟ مقبل أول حاجة عندي مقام تبيين، يعني إكس زائد كوساين إكس الكل تبيين. بعد كده القانون شو بيحكي لي؟ إنه المقام مضروب في مشتقة البسط، وين المقام؟ هي كم هو بضغط إكس زائد كوساين إكس مضروب في مين؟ في مشتقة البسط. شو مشتقة البسط؟ الواحد شو مشتقتها؟ هي صفر. زائد شو مشتقة ساين إكس؟ هي عبارة عن كوساين إكس في مشتقة الزاوية. شو مشتقة الإكس؟ واحد. ناقص هذا السالب من وين؟ من هنا من القانون. بعدين شو القانون بيحكي لي؟ البسط هيو كما هو مضروب في مشتقة المقام. من البسط؟ هيو. بروح بكتب كما هو، بفضل دائما اني احط الاقواس. ساين الاكس مضروبه في مين؟ في مشتقة المقام. هلا شو مشتقة الاكس؟ واحد. زائد شو مشتقة المقام؟ عفوا شو مشتقة الكوساين؟ سالب ساين. وحكينا ان اللي بتبدا بسي دائما مشتقتها فيها ايه؟ سالب، يعني سالب ساين الاكس في مشتقة الزاوية واحد. سالب الموجب راح تصير عندي ايه؟ سالب. هيا هذه الجمع هي من الاصل، بعدين مشتقة الكوزاين سالب، فبدها ايه؟ سالب الموجب راح احطها اشارة ايه؟ سالب. واضح؟ طيب هيك بنكون خلصنا حل السؤال، واعتقد هيك اسئلة كافية على مشتقة الاقتران النسبي. طبعا اخذنا في المحاضرة، طبعا انا الكلمة اخذنا الاكس او الزاوية ممكن تكون اكس تربيع 3 اكس، ممكن الزاوية نفسها تكون جذر، ممكن الزاوية نفسها تكون حصر ضرب اقتراني. كل اقتران لما يجي موعد اقتران بستخدم القانون اللي اخذناه لإله. اخذنا مشتقة حصر ضرب اقتراني محاضرة لحالها حكينا، واخذنا مشتقة الدوال الأسية كثير عليها أمثلة، والدوال المثلثية كمان أعتقد كثير كثير عليها أمثلة أخذنا، وإن شاء الله تستفيدوا. المحاضرة الجاية إن شاء الله راح نشرح اللوغاريتم. كثير طلبة نشرح مشتقة اللوغاريتم اللين أو اللوم. إن شاء الله المحاضرة الجاية راح أشرح لكم إيش اللوغاريتم. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من المحاضرة هذه والمحاضرات السابقة. يفضل أنه إذا تفهموا المحاضرة إن شاء الله وتستفيدوا منها، اعملوها مشاركة للطلبة اللي بتعرفوهم في الجامعات والكليات، الطلبة المعنيين بموضوع الرياضيات أو مواضيع الرياضيات خاصة، طلبة سنة أولى أعتقد في كل الجامعات العربية وحتى الجامعات الأجنبية نفس الموضوع اللي هو كالكولس واحد هو نفس الموضوع. فشاركوا إن شاء الله تستفيدوا أنتوا ويستفيد الطلبة الآخرين، والحمد لله. I'm going to get out of here. Bye.